ما التصور لخروج اليمن من المعالجات كافة وإدارة السلطة على الأقل لفترة انتقالية ما بين 5 و10 سنوات. الحوثي يملك السلاح ويقتل ويفجر ولا يحتاج إلى كلام ليلقي كل هذا الكلام. وإذا لم يلعن معنى هذا الحرب أبدا تنتهي بطريقة أخرى. التحالف يشن حربه على جماعة الحوثي لاستعادة الشرعية. مع الأسف أن التحالف لم يضع استراتيجية واضحة له وللعلاقة مع اليمن ومع السلطة الشرعية اليمنية. هل فهمتم أنتم ما الذي تريد السعودية والإمارات من حرب اليمن؟ الخلاصة يأتيكم في 10:30 ليلا ويعاد في الأوقات التالية.